غير بعيد عن كورنيش المينا في طرابلس اللبنانية، نصل إلى ما يعرف بحوش العبيدة. في هذا الحي بحثنا عن أبناء وأحفاد المقاتلين السنغاليين الذين وصلوا إلى هنا قبل 100 عام. في الأزقة الضيقة تم اقتيادنا إلى سيدة لبنانية تبلغ من العمر 75 عاما، إنها حفيدة أحدهم. كتار، مش بس جدي، يعني كتار. هو أصله أفريقي، هون ما بقى في أبيض، ما كان في أبيض أبدا، هون كان كله أسود. وكان البابا صغير وربي هون، ده شاف أمي من سوريا، أمي بيضة شقراء عيني زراء والبابا أسود. ليلى لا تعرف بلد والدها الأصلية، هي التي ولدت ونشأت في لبنان. يعني بقى بدها العمر كله بحب إنه شوف إذا كان إلي هنيك أخوات، عمات، عمومي. يعود وصول المقاتلين السنغاليين إلى لبنان إلى عام 1919. وصل بعضها مقاتلون إفريقيون آخرون عام 29 خلال الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا. التقينا خلال رحلتنا شابا لبنانيا آخر يعود بنا إلى تاريخ أجداده. لأصولهم من أفريقيا وبالجيش الفرنسي إجوا على لبنان واستقروا بالمينا بطرابلس. جايين كانوا يحاربوا مع الجيش الفرنسي بلبنان، وتزوج أنا ستي وجابوا منا الماما. لمعرفة المزيد توجهنا إلى مقر بلدية المينا، حيث استقبلنا السيد عبد القادر عالم الدين رئيس البلدية منذ 35 عاما، يعرف جيدا تاريخ هذه الأقلية. نتيجة الحرب الفرنسوية كان معهم عسكر من مختلف الطوائف وخاصة السنغال، ولما خلصت الحرب دلوا هن موجودين في المينا. اجوا كليتهم ب 32 ومسحوا كل الموجودين في المينا وكلهم اخذوا جنسيات. عام 2014 قرر سكان الحي التحرك وتغيير اسمه من حوش العبيد الى حي الارجوان، نسبة الى اللون الارجواني الذي ينعكس على الحي اثناء الغروب.